السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. في الشرق القطري منتخبنا يصل الكويت اليوم للدفاع عن اللقب. في الوطن القطري فابيو سيزار دورات الخليج شرف لأي لاعب. في العرب القطرية مبارك غانم إقامة خليج 23 انتصار لقطر. في سادة الدوحة يوسف آدم العنابي والعراق مرشحان لبلوغ نصف النهائي. في القبس الكويتية اللجنة العليا تضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق خليج 23. في الرأي الأردنية فيفا يعمم عقوبة إيقاف خماسي الفيصلي. في الشروق الجزائرية ماجر تغيير المحترفين دفعة واحدة خطأ فادح. في المنتخب المغربي رئيس الكونفدرالية الإفريقية يهدد الكاميرون بسحب تنظيم الكان. في الديلي ميل البريطانية مورينيو ينتقد الأداء الباهت لنجومه بعد الخروج من الرابطة. في الديلي إكسبرس البريطانية 25 مليون تنقل سانشيز إلى باريس سان جيرمان في يناير. في لو باريزيان الفرنسية صيد وسفاري ومعسكر قصير لبي اس جي في قطر. في آس الإسبانية مواجهة فك الاشتباك بين ميسي ورونالدو على لقب الهداف. من العناوين إلى التفاصيل، فماذا لدينا يا ترى؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نبدأ حلقتنا بجولة على الصحف القطرية وأهم ما جاء فيها، ونفتح جريدة الراية لنتابع فيها هذا الحوار. أحمد موسى لاعب المنتخب الكويتي بطل خليجي 13 للراية الرياضية، الأزرق شارك في خليجي 13 بهدف السياحة وعاد بالتاج الغالي. أحلى ذكرى في حياتي فوزي بكأس الخليج عام 96 بعمان وأمام العنابي. لا أرشح أي منتخب للفوز بخليجي 23 لأن مستوى المنتخبات المشاركة متقارب. مباراة الكويت والسعودية في الافتتاح ديربي خليجي كبير وقادرون على المفاجأة. صفحة أخرى من جريدة الراية نقرأ ماذا قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث. نتابع. أوجدنا حلولا لمواصلة أعمال بناء ملاعب مونديال 2022، الحصار على قطر ظالم وغير قانوني ونجحنا في التحدي الصعب. وعلى يمين الصفحة حظي بحضور مميز من المؤسسات المحلية، مختبر قطر لمكافحة المنشطات ينظم الملتقى السنوي للباحثين النشء. صحيفة الراية أجرت جردة حسابات القسم الأول للدوري، نتابع ماذا كتبت. العربي لغز يبحث عن حل، الإحباط بدأ باختيار مدرب غير مناسب لمهمة تحتاج إلى جهد استثنائي كبير. تعثرات البداية تنسجم مع سوء الاختيار والتفريط بخوخ بعلام، خطأ لا يغتفر. عودة خلفان المؤشر الإيجابي الوحيد في رحلة العربي مع هذا الموسم. الفريق يمتلك أسماء مهمة لكن الحصيلة الفنية تعكس واقعا صعبا لا يدعو للتفاؤل. لوكا لم يقدم نفسه بالصورة المطلوبة لكننا ننتظر منه الأفضل في القسم الثاني. من صحيفة الراية أيضا نتابع عن القسم الثاني للدوري. مؤسسة دوري النجوم تكشف عن جدول المباريات، القسم الثاني للدوري ينطلق في 11 من يناير وينتهي في 6 أو 7 من أبريل. مراعاة المشاركة الخارجية لأنديتنا في دوري أبطال آسيا، التنسيق مع كافة الشركاء ولقاء مع مدربي الفرق المشاركة في الآسيوية. من الراية ننتقل إلى صحيفة الشرق ونطالع ما جاء فيها.
في مواجهة الأدعم يوم السبت الهجري أبرز الغائبين عن اليمن. وعلى نفس الصفحة أيضا نتابع مقالا للكاتب مرشد الشعر بعنوان خليجي للأبد. الكاتب أكد على أهمية بطولة الخليج في الكويت، خاصة في الظروف التي تعيشها المنطقة، وأنها فرصة لتلاحم الشعوب الخليجية، داعيا الإعلام الرياضي أن يساهم خيرا في إحداث ذلك. تنطلق غدا أعز البطولات وأغلاها وأقربها لقلوب كل الخليجيين. إنها البطولة الأقدم والأعرق في منطقتنا، كأس الخليج لكرة القدم بنسختها 23، في ضيافة ديار صباح أهل الكرم والجود. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية والعصيبة التي تعيشها منطقتنا الخليجية، شعوبنا الخليجية كلها أمل اليوم، ليس في المستوى الفني لمنتخباتها ولا الفوز بالبطولة، لا والله، ولكن همها الأكبر والأعظم أن يعود الرشد السياسي لقيادات الحصار، وأن تعود الحياة لمجاريها، لأن ذلك هو الطبيعي. ولن تستطيع أي قوة تفكيك أوصال الشعوب الخليجية وقطع قرباها، فنحن شعب واحد يجمعنا تاريخ مشترك وعادات وتقاليد واحدة. آخر الكلام، خليجنا واحد وشعبنا واحد وللأبد. ما زلنا مع الشرق ومع أجواء كأس الخليج ونتابع من الصفحة التالية. سانشيز أعلن القائمة النهائية، منتخبنا يصل الكويت اليوم للدفاع عن اللقب. حسن الهيدوس، جاهزون ولا توجد مواجهة سهلة. سعد الشيب، أهدافنا في كأس الخليج واضحة. نقلب في الشرق ونقرأ منها حوارا مع ماجد بخيت أحد النجوم الكبار في العصر الذهبي، حيث قال فيه، نتابع ماذا قال. خليجي 23 سيكون مثاليا، والكويت ستنظم بطولة غير الهمة يا الأدعم. الخليجية كأس عالم مصغرة لنا، فرحتنا بعودة الأزرق لا يضاهيها فرحة جيل عنبر ومبارك وخلفان ويونس لن يعوض. الكل ينتظر الخليجية بفارغ الصبر. إلى الملحق الرياضي لصحيفة الوطن ونتابع فيه ما هذا الحوار مع النجم السابق فابيو سيزار، والذي استعاد ذكريات النسخة 20، حيث أكد، نتابع. دورات الخليج شرف لأي لاعب، البطولة بمثابة محطة إعداد للعناصر الشابة لمونديال 2022. الأدعم قادر على الاحتفاظ باللقب في خليجي 23. إبراهيم الغانم سجل هدفا محفورا في قلبي لهذا السبب. فابيو أضاف أيضا، لن أنسى ما حدث في اليمن، وهذه النسخة في غاية الصعوبة، ودمج الشباب خطوة مهمة. من الوطن أيضا نتابع ما كتبته الجريدة عن استاد جابر الذي سيستضيف حفل افتتاح خليجي 23 غدا. يسابق الزمن ليكون في أبهى صورة لدى استضافة خليجي 23. استاد جابر تحفة خليجية بنكهة كويتية، يتسع لستين ألف متفرج، وسيكون مسرح حفل الافتتاح غدا، سابع أكبر الملاعب العربية والخامس والعشرون عالميا من حيث السعة. الشكل الخارجي يمثل البيئة البرية والبحرية للكويت. بعيدا عن كرة القدم ننتقل إلى عالم السرعة، ومن صحيفة الوطن أيضا نقرأ، تنطلق على مدرج مطار الخور وسط تنافس كبير لكسر أرقامها القياسية، قمة الإثارة في بطولة قطر مايل. ما زلنا مع الصحف الصادرة من الدوحة وننتقل الآن إلى جريدة العرب ونطالع فيها. مبارك غانم نجم العنابي السابق، إقامة خليجي 23 انتصار لقطر، قادرون على الحفاظ على اللقب الخليجي. الكويت البلد الوحيد الذي تنقصه التحضيرات والبقية جاهزون. منصور مفتاح شارك وعمره 17 سنة، فلا يتعلل أحد بصغر السن. الفوز على اليمن مفتاح البطولة، لي ذكرى مع حسن عثمان، أنصح لاعبي العنابي بعدم الاهتمام بالأوضاع السياسية. نتابع من العرب أيضا ومن صفحة أخرى،
عفوا اليوم سباق الخيل على جائزة محمد بن خليفة وانطلاق جولة قطر الخامسة لمحترفي السكواش. أيضا من صحيفة العرب نتابع عن الهجن ما جاء فيها. الغشامية والفارع يفوزان بالشلفة والخنجر، ستة رموز ذهبية اليوم في مهرجان المؤسس، وإثارة منتظرة في الأشواط 28 لسن اللقاية اليوم. نختتم قراءتنا على الصحف القطرية من جريدة استاد الدوحة ونطالع. خليجي 23 غامضة وتحتفظ بأسرار كبيرة على المستوى التنافسي، خالد الفضلي المنافسة محصورة بين ثلاثة منتخبات، وسعد الحوطي يقول التكهنات صعبة والجولة الأولى قد تكشف بعض الملامح. من استاد الدوحة أيضا نقرأ بعض الآراء والتوقعات لكأس الخليج. يوسف آدم العنابي والعراق مرشحان لبلوغ نصف النهائي، حسن الشيب حظوظ العنابي كبيرة في خليج 23، عبيد جمعة المجموعة متوازنة وفرص العنابي والعراقي أكبر، وعادل خميس المنتخب مطالب بالمحافظة على اللقب. جولتنا على الصحافة العربية نبدأها من الحدث الأبرز المتمثل بكأس الخليج وصحيفة القبس الكويتية ماذا كتبت؟ اللجنة العليا تضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق خليجي 23. الصحيفة أكدت قيام اللجنة المنظمة للبطولة بمتابعة أعمال اللجان واطمئنانها على جاهزية فقرات حفل الافتتاح المقرر غدا الجمعة. نتابع من الصفحة ذاتها الدكتور حمود فليطح، سخرنا كل الإمكانيات لترجمة الرغبة الأميرية. نتحول إلى صحيفة الراي الكويتية التي كتبت، ماذا كتبت الراي؟ بنياك يراهن على معنويات اللاعبين والجمهور الأزرق في التدريب الأخير. المدير الفني للمنتخب الكويتي أشاد بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها اللاعبون وبتسلحهم بالعزيمة والإصرار لتعويض الفارق البدني عن لاعبي المنتخبات الأخرى. مستمرون مع صحف الكويت ونتابع ماذا عنونت صحيفة الأنباء هذه المرة. يستعد لمواجهة السعودية في أولى مباريات البطولة، تفاؤل كبير عنوان تدريبات الأزرق. أكد تكثيف الجرعات التدريبية للثلاثية الموجود في القائمة خلال الفترة الماضية دشتي حراس الأزرق على قلب واحد. إلى الجريدة الكويتية ونطالع فيها. عبد الجبار العراق رقم صعب وجئنا من أجل اللقب، باسم قاسم الأزرق ملح بطولات الخليج. نائب رئيس الوفد العراقي علي عبد الجبار أعلن التحدي موجها إنذارا للجميع بأن منتخب أسود الرافدين أتى للفوز باللقب، في حين أشاد باسم قاسم مدرب العراق بعودة الكويت إلى المشاركة وأكد أن الكرة الكويتية تتميز بطابع خاص وفريد. وفي الصفحة ذاتها نقرأ أيضا بنياك ينافس خمسة أوروبيين وعراقي وأثيوبي على اللقب، النسخة 23 تمثل الظهور الأول للمدربين الثمانية في العرس الخليجي. إلى مقال في صحيفة المدى العراقية ويقول عنوانه مونديال الخليج. محمد حمدي كاتب المقال تحدث عن أهمية البطولة خاصة بعد اعتمادها في الأجندة الدولية للفيفا. نتابع التفاصيل. تعد النسخة الحالية لخليج 23 واحدة من أبرز الأحداث التي أتت بظروف غير اعتيادية كانت كلمة الفصل فيها للرياضة، والجميع يعي حجمها ومكانتها، وبخاصة بعد اعتراف الفيفا بالمباريات رسميا وتأثير المباريات على التصنيف الشهري للمنتخبات، وهو ما يزيد روح التنافس بمثابة مونديال للخليج. فالأشقاء في الكويت اجتهدوا كثيرا نحو التميز والإبهار
الأزهار الذي سينطلق في حفل الافتتاح الرسمي مزدانة باحتفاء الرياضة الكويتية برفع الإيقاف. وهذه الأجواء المثالية لابد أن تتجسد في مشاركة منتخبنا في البطولة ومطالبتنا بتضييف النسخة 24 منها، وأن يستغل كل ذلك ليكون الحلقة الضاغطة الأخيرة لإجبار الفيفا والآسيوي على إنهاء هذا الملف أيضا. إلى صحيفة عمان العمانية ونطالع فيها. تدرب على استاد الصداقة والسلام بعد راحة إجبارية، منتخبنا الوطني يدخل أجواء خليج 23 والتفاؤل يسود الجميع. سالم لوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم يؤكد لا يوجد فريق مرشح والحظوظ متساوية. إلى الصفحة التالية من عمان وفيها أيضا طبعا العنوان على كبر الصفحة حكاية اسمها علي الحبسي. الصحيفة تحدثت عن أسباب استبعاد حارس الهلال علي الحبسي من تشكيلة عمان المشاركة في البطولة الخليجية. عمان أكدت أن عدم رد الاتحاد السعودي ونادي الهلال على مراسلات الاتحاد العماني أجبر الجهاز الفني على إغلاق الباب أمام مشاركة الحبسي في خليج 23. ننتقل إلى صحيفة الرأي الأردنية التي سلطت الضوء على أزمة تعصف بزعيم الأندية الأردنية. متابع الرأي الأردنية. الأمير علي يوجه الاتحاد للمضي بالإجراءات وفق القنوات القانونية. فيفا يعمم عقوبة إيقاف خماسي الفيصلي. تعديلات منتظرة على تشكيلة النشأمة بسبب القرار. على الجزائر إلى الجزائر وعنوان صحيفة الشروق حيث يقول عدد المحليين لن يكون كبيرا في كان 2019. ماجر لن نكون اللاعبين وتغيير المحترفين دفعة واحدة خطأ فادح. نختم جولتنا العربية من المغرب وصحيفة المنتخب حيث كتبت متابع رئيس الكونفدرالية الأفريقية يهدد الكاميرون بسحب تنظيم كان 2019. رئيس الكاف أحمد هدد بسحب تنظيم المنافسة القارية من الكاميرون في ما لم تكن جاهزة للاستضافة. جولتنا العالمية نبدأها مع الصحف البريطانية والمفاجأة التي فجرها فريق بريستول يونايتد أمس بإقصائه مانشستر يونايتد من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. نتابع الديلي ميل. كيف برر جوزيه مورينيو هذا الإقصاء والخروج المبكر؟ نقرأ سويا من صحيفة الديلي ميل. مورينيو ينتقد الأداء الباهت لنجومه بعد الخروج من الرابطة. وجه المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو انتقادات لاذعة إلى بعض لاعبي فريقه، متهما إياهم بعدم وجود نية للعب في المباراة التي خسرها فريقه أمام بريستول في الثواني الأخيرة بهدف لهدفين في ربع نهائي كأس الرابطة. مورينيو قال أيضا لا شك أنه يوم من أعظم الأيام في تاريخ مدينة بريستول، إنه يوم عظيم بالنسبة لهم ومؤيديهم. من ناحيتها رصدت صحيفة الصن احتفالات المدير الفني لفريق بريستول يونايتد لي جونسون التي عبر عنها بطريقته الخاصة بعد نهاية المباراة. متابع جونسون يحتفل مع أحد حاملي الكرات. الصحيفة قالت في لحظة من النشوة الخالصة قام المدرب لي جونسون بحمل أحد حاملي الكرات في الملعب وسار به في أرجاء الملعب احتفالا بالفوز على مانشستر يونايتد والتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة. الصحيفة أكدت أيضا أن مانشستر يونايتد لم يخوض المباراة باستخفاف، خصوصا أن المدرب مورينيو أشرك الثلاثي بول بوجبا، زلاتان إبراهيموفيتش وأنتوني مارسيال. آخر الصحف البريطانية ستكون الديلي إكسبرس وهذا الخبر الذي تقول إنه حصري. متابع الديلي إكسبرس وهذا الخبر. 25 مليونا تنقل سانشيز إلى باريس سان جيرمان في يناير. الصحيفة أكدت أن نادي باريس سان جيرمان بات جاهزا لإتمام صفقة انتقال اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال مقابل 25 مليون جنيها استرليني. الصن أكدت أن محاولات باريس سان جيرمان ستكون كفيلة بقطع الطريق أمام مانشستر سيتي الذي ينوي التعاقد مع اللاعب في مارس المقبل. الصحيفة قالت أخيرا إن مدير أعمال اللاعب تواجد في باريس لإنهاء الأمور مع النادي الباريسي، علما أن سانشيز كان بإمكانه المغادرة الصيف المقبل بعقد انتقال حر بعد انتهاء رحلته مع المدفعجية.
إلى الصحافة الفرنسية، حيث سلطت صحيفة لو باريزيان الضوء على المعسكر الذي سينتظم فيه نادي باريس سان جيرمان في العاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من اليوم. نتابع. رحلة صيد وسفاري ومعسكر قصير لباريس سان جيرمان بقطر. الصحيفة تحدثت عن برنامج البي اس جي في الدوحة، فقالت إن الزيارة تتضمن تدريبات على ملاعب أسباير زون وزيارات ترفيهية عبارة عن سفاري في الصحراء ورحلة صيد، بالإضافة إلى زيارة بعض معالم الدوحة مثل متحف مشيرب. الصحيفة نسبت تصريحات لرئيس النادي ناصر الخليفي قال فيها إن اللاعبين سعداء بالعودة لزيارة قطر، حيث الطقس المعتدل مع توفر كل مقومات النجاح للمعسكر، كما أن هذه الزيارة هي فرصة لباريس سان جيرمان للتعرف على ثقافة قطر وزيارة معالمها. نبقى في فرنسا مع صحيفة ليكيب اليومية الرياضية، التي قالت إن مدرب باريس سان جيرمان أوناي إيمري لا يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوع الميركاتو. متابع. إيمري لم يتحدث عن الميركاتو مع المدير الرياضي أنتيرو. الصحيفة نقلت عن إيمري قوله: أنا سعيد جدا بأداء المجموعة بشكل عام، خاصة خافير باستوري. إلى إسبانيا، حيث لا صوت يعلو في الصحافة المحلية على كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة. صحيفة آس المدريدية تناولت زاوية تتعلق بالمنافسة بين رونالدو وميسي على لقب الهداف في العام الحالي، واعتبرت أن مواجهة السبت قد تكون حاسمة. نتابع. مواجهة فك الاشتباك بين ميسي ورونالدو على لقب هداف العام. الصحيفة قالت إن كلاسيكو السبت سيشهد مباراة داخل المباراة بين كريستيانو رونالدو وغريمه التقليدي ليونيل ميسي. الصحيفة أضافت: يمتلك رونالدو في رصيده 53 هدفا أحرزها في مختلف المسابقات المحلية والقارية والدولية، ويطارده ميسي مثل ظله، حيث نجح الأرجنتيني في إحراز عدد كبير من الأهداف في الليغا بيعادل هذه الأرقام. في إسبانيا أيضا وعن كلاسيكو الأرض المنتظر، صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بقلم الكاتب ميغيل ريكو تناولت المباراة بين المارينجي وبرشلونة تحت عنوان كلاسيكو حاسم لريال مدريد. متابع. الكاتب أكد أن المباراة لا تقبل القسمة على 2 بالنسبة للفريق الملكي. معظم الملاحظين والنقاد لا يتوقعون تغييرا في التشكيل الذي سيقدمه كل من زيدان وفالفيردي. كالعادة زيدان سوف يحتفظ بجاريث بيل على دكة الاحتياط منذ البداية، فيما فالفيردي سيفعل نفس الشيء مع أليكس فيدال. الفارق الذي يفصل برشلونة عن الريال يضع الميرينجي أمام خيار واحد، وهو الفوز لتذليل هذا الفارق، أما الخسارة فإنها ستمنح برشلونة فرصة التحليق بعيدا في الليغا. وهذا يترجم ما قاله سيرجيو راموس: إنها مباراة حاسمة للريال لا تقبل القسمة على 2. بقي أن توقيت المباراة مبكر جدا، ولا ندري إذا كانت له انعكاسات على اللاعبين. العالم يترقب مباراة مثيرة، ولم لا، وهي تجمع أفضل ناديين في العالم في الوقت الحاضر. إلى إيطاليا وصحيفة توتو سبورت اليومية، الصحيفة ركزت على عودة الأرجنتيني باولو ديبالا إلى التهديف مع اليوفنتوس، ما سيخفف من حدة الانتقالات الموجهة للاعب في الفترة الأخيرة. فماذا يقول أليغري عن هذا الشأن؟ نتابع. أليغري: الهدف الذي أحرزه ديبالا يعيد إليه الثقة. الصحيفة نشرت تصريحات ساخنة لماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس عقب الفوز على جنوى في كأس إيطاليا، قال فيها: أنا سعيد جدا بهدف ديبالا، هذا الهدف سيساعده على استعادة الثقة بنفسه. أضاف أليغري: لقد قدم مباراة كبيرة تؤكد عودة ديبالا الحقيقي الذي نعرفه بعد تراجعه في الفترة الأخيرة. مشاهدينا الكرام، لقاءكم يتجدد غدا مع حلقة جديدة من جرائد. شكرا على المتابعة، ودمتم في رعاية الله.